فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس السبت الماضي أن كفالة اللقيط لا تدخل في كفالة اليتيم، يقول: هل تدخل كفالة اللقيط في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائم على الأرملة والمساكين؟ نعم نعم تدخل، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، لكن ما يسمى أنه كفالة يتيم، يسمى من الإحسان على من ليس له ولي يقوم عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.